النشرة الرئيسية من الفضائية جادية، أهلا وسهلا بكم. وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو برفقة السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين التشاديين في مقدمتهم السفير التشادي لدى فرنسا. تأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا لترأس أعمال الطاولة المستديرة التي ستنعقد يوم غد. التفاصيل لدى عائشة خليل بلال. بهدف تقوية وتعزيز التعاون المشترك بين المانحين الدوليين ورجال الأعمال التشاديين في العديد من المجالات التنموية في البلاد، يقوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث وصل في تمام الرابعة بالتوقيت المحلي لباريس الزوج الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو برفقة وفد رفيع المستوى إلى مطار بورجي، حيث كان في مقدمة مستقبله عدد من المسؤولين التشاديين في مقدمتهم السفير التشادي لدى فرنسا. وعقب مناسبة الاستقبال الرسمي، حيا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جميع الذين أتوا لاستقباله بما فيهم عدد من المسؤولين والعاملين بالسفارة التشادية بباريس. وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى باريس من أجل المشاركة في أعمال الطاولة المستديرة التي ستنظمها الحكومة التشادية بمشاركة المانحين الدوليين ورجال الأعمال التشاديين وشركاء التنمية في الفترة من 6 إلى 8 من هذا الشهر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. ونذكر بأن الطاولة المستديرة المتعلقة بحشد الدعم للمشاريع الكبرى التي ستنفذها دولة تشاد ستكون بمشاركة عدد كبير من الوزراء وجمعيات المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية والنقابات العمالية.